عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عربي في الغربة. لا تنسوا الدعم بالاشتراك والضغط على الجرس وكذلك شير. اليوم موضوع يعني باختصار وفيما يخص القرعة، ملاحظة يعني كاين بعض الناس بعثوا لي وقالوا لي باللي يعني الموقع راه فيه مشكل، هذا يعني من عندهم الاكتظاظ والضغط على الموقع، فلهذا لازم الصبر ولازم تعودوا ان شاء الله. ما فيش وقت محدد يعني ماشي الصباح ولا العشيه، المهم يهمش. فيما احنا نعطيكم بعض المعلومات اضافيه فيما يخص يعني الشروط تاع القرعه، على حسب ما عندي يعني معرفه يعني ومع علم ومعلومات فيما يخص القرعه الامريكيه 2021، فيما يخص حاصلين على شهاده البكالوريا تعليم التكوين المتواصل UFC غير مقبول، وهذا بشهادة يعني بعض الناس اللي راسلوا صفحة الفيسبوك تاع السفارة الأمريكية بالجزائر وكذلك الانستغرام، واني وضعت يعني صورة في صفحة الفيسبوك عربي فلوربا. دونك يعني اللي عندهم شهادة بكالوريا تعليم تكوين متواصل UFC غير مقبول. فيما يخص كتابة الاسم واللقب، يعني هو سهل على كل حال، والميدن نيم هو سهل، يجب كتابته فقط كما هو مكتوب في جواز السفر بالإنجليزية عادي، يعني الفيرست نيم ولا الجيفن نيم هو الاسم، الفاميلي نيم واللاست نيم هو اللقب، الميدن نيم خاصة الميدن نيم للناس اللي أصحاب الشرق الأوسط ولا واحد عنده ميدن نيم. حذاري من التسرع كما وصيتكم في كل مرة، حذاري من الأخطاء وحذاري من الغش، هذو قاع ما نحكوش عليهم تفادوهم. فيما يخص تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد في الـ في الـ في الاستمارة هذيك يعني الشهر اليوم والسنة، لأنه هنا في أمريكا يبدأوا بالشهر اليوم والسنة، هذا مفروغ منه. فيما يخص يعني تحدثت على فيما يخص في حالة الانفصال، يعني واحد مثلا يكون عنده يعني راهو أونكور تاع سيباراسيون مع زوجته، يعني راح ينفصل مع زوجته في يوم التسجيل إذا كان عنده وثيقة تثبت بأنه خلاص انفصل نهائيا، يعني وثيقة من القضاء أو من أي جهة أخرى، فهنا يكتب يعني راه مطلق. يعني أما إذا كان مثلا أو في طور يعني ولا راه في المحاكمة ولا في يعني ما زال يوم التسجيل، يعني نحدث على يوم التسجيل، يعني يوم التسجيل ما زال ما صدرت حتى وثيقة رسمية تثبت بأنه منفصل ولا مطلق، فهنا يسجل أنه ما زال متزوج، والعكس صحيح. يعني كما قلت لكم يعني إذا كان خرجت وثيقة يكتب مطلق، والعكس صحيح إذا ما خرجت وثيقة يكتب متزوج، لأنهم ينظرون إلى العقد العائلي أو عقد الزواج يوم تاريخ التسجيل بالضبط، تاريخ التسجيل سجل اليوم، يقولوا لك اليوم جيب لنا الورقة، شوفوا التواريخ، هذا غير بالتواريخ. بالنسبة للأولاد يجب إضافتهم، أكيد تحدثنا عليهم، إضافة الأولاد والصور وتاريخ الميلاد كل ما يهم. جواز سفر، هو يشترط جواز سفر في الذي يشارك في القرعة، إذا شاركت الزوجة هي تثبت يعني تكتب جواز سفر تاعها، وإذا شارك الزوج يكتب جواز سفر تاعه، وفي حالة الاثنين عندهم قادرين باش يسجلوا توفر فيهم الشروط يسجلوا اثنين، باش تكون عندهم فرصتين، يسجل الزوج وحده ويحط الزوجة معاه والأولاد، وتعاود تسجل الزوجة وحدها تزوجها وتحط الزوج ومعهم الأولاد، هنا عندهم فرصتين. يجب إضافة أولاد الزوج أو الزوجة من الزواج الثاني بعد الطلاق، مثلا واحد زوج وعنده ابن راه عايش مع زوجته السابقة وتزوج مع زوجة واحدة أخرى وعنده مثلا ابن، يسجل هذاك الابن، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة أو المرأة، يعيطولهم يعني باللغة الإنجليزية step children. فيما يخص الصورة لازم تكون 600 على 600 ميجا بيكسل، خلفية بيضاء، وضوح الأذنين، لازم الأذنين تبان كما فهمتكم، هذا كل أمور فهمتها يعني، وعدم استعمال الفوتوشوب، احذروا يعني تفادوا استعمال الفوتوشوب، اللحية عادية والحجاب عادي، والأطفال الصغار أو الرضع كما فهمت يعني حكيت لكم عليهم في الفيديوهات السابقة، صورة كلية يعني تصوروا، إذا كان عندك رضيع عنده شهر ولا شهرين ما تقدرش تحكم له يعني غير وجهه، دونك تصوروا كومبليت، تلبس له حوايج وتصوروا، ما حش تصوروا عريان على كل حال. الجلباب والنقاب لا ما فيهاش. فيما يخص السن 18 سنة يوم التسجيل أو يوم التقديم على القرعة، يوم واحد ناقص لا،
لازم يوم التسجيل او يوم القرعه، يوم التقديم على القرعه لازم يكون عندك 18 سنه. هذه اكد عليها مليح. الشهاده في شهاده البكالوريا فيما يخص الشهاده، لازم تكون حاصل على شهاده البكالوريا يوم التسجيل. بالنسبه للناس اللي سقسوني قلت لهم باللي اللي راهو في السنه الثالثه ثانوي غيروا كل امور، هما غيروا ممكن يسجل لانه العام الجاي يجيب الباك، هما لا، قال لك لازم تسجل، لازم يكون عندك شهاده البكالوريا يوم التسجيل، وهذا مهم جدا، راح يعني راح يشوفوا كل شيء. يعني واحد مثلا اللي سجل هو في ثالثه ثانوي والعام الجاي ان شاء الله ينجح، هنا يقولوا له يعني يعطينا شهاده البكالوريا، هو اكيد عنده، بصح يقولوا له يعني انت شهاده البكالوريا جبتها هذا العام، يعني اليوم نهار سجلت ما كانش عندك شهاده البكالوريا، مرفوض. هذا مش كلامي انا، كلام السفاره. في الاخير يجب الاحتفاظ بالكونفيرميشن نمبر باي طريقه، يعني باي طريقه تحفظ هذاك الكونفيرميشن نمبر، تصوره ولا تحطه يعني في خزانه ولا تخبيه ولا تمبريميه ولا هذا فيما يخص، يعني هذا واش كاين في القرعه. اما فيما يخص الشهادات، كل واحد يدخل في هذاك الموقع اللي اعطيته لكم، ممكن راح نكتبه هنا في الديسكريبشن لاين، يعني لا ديسكريبشن لينك، الى ما نسيتش الموقع اللي تشوف اي يعني اسكو الشهاده والتخصص تاعك والخبره تاعك تساعدك باش يقبلوك، لانهم يطلبوا سنتين خبره في يعني تخصص معترف به هنا في امريكا في 5 سنوات الاخيره تاعك تحياتك في الشغل تاعك. مثلا يطلبوا شهاده، يقول لك عامين في الاعلام الالي، احنا في الجزائر باش تخدم مهندس في الاعلام الالي مثلا تكون عندك خبرتين تاع سنتين كمهندس في الاعلام الالي. احنا باش تكون مهندس في الاعلام الالي في الجزائر مثلا لازم تكون عندك شهاده البكالوريا، يعني تروح وتولي نفس الشيء شهاده البكالوريا، ويقبلوا يعني في الزون رقم 7 8، خلاص ما مشي قبلوا هذوك 3 4 5 7 8 وطلع، كل شيء موجود في ذلك الموقع. هذا فيما يخص يعني موضوع اليوم. الفيديو القادم ان شاء الله راح تكون في موضوع يعني التامين الصحي، راح نزيد نشرح كل ما يتعلق بالتامين الصحي والقانون، القرار يعني داروا جديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يخص التامين الصحي الذي سوف يضر كثير اصحاب القرعه او المهاجرين عن طريق القرعه العشوائيه او القرعه الامريكيه المقبله ان شاء الله. التوفيق للجميع ان شاء الله، وتهلاو في روحتكم، ونشوفكم بعد حين يعني في الفيديو اللاحق. والسلام عليكم. We'll be right back.